السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبي مسلسل أمينة حاف. إليكم توقعات الحلقة الخامسة. حسن بيختار شقة وبيعطيها لسكيبي وسعد يعيش فيها، وسعد بيشتغل بالشركة عند أمينة مع حسن. وأمينة كل ما شافت سعد تتذكر كيف كانت بالحلم متزوجته وكيف عايشة معه وأولاده. قمر بتعمل الإعلان لأمينة وبتوقع أمينة تحقق أمها. سكيبي بتعرض وبتعرف بزواج سعد من زوج وبوجودها بأنها حامل، وبتنصدم سكيبي بخيانة سعد إلها. وبعدها سكيبي بتستسلم الأمر للواقع، وزوزو بتعيش معها بشقة جديدة اللي